يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قد أتعبني ولدي الصغير، حيث إنه يذهب إلى الجيران في غيابي للنظر إلى الدش وما فيه من المنكرات، فنصحني أحد الإخوة بإدخال التلفاز لكي أستطيع السيطرة على ابني، وقال لي آخر إن التلفاز أيضًا فيه من المنكرات ما لا يخفى، ونصحني بإدخال قناة المجد، وأنا محتاج لهذا الأمر، ولا أستطيع منع ابني من الذهاب للجيران إلا بهذه الوسيلة، فما نصيحتكم لي وما رأيكم في هذه القناة؟ إذا كنت تمنعه من الذهاب إلى الجيران خوفاً عليه من التأثر من القنوات، فكيف تجيب القنوات في بيتك يتأثر فيها في بيتك؟ أنت منعته من شر ليس في بيتك، تريد أن تأتي بالشر في بيتك؟ هذا ما يصلح أبداً، ما يصلح. لكن استعن بالله واصبر وامنع ولدك من الذهاب إليهم، فإذا ذهب من غير علمك أو بغير قدرتك فلست مؤاخذاً عند الله. إذا بذلت مجهودك وذهب خفي عنك ولا دريت أو استعصى عليك فإن الله يعذرك في هذا. أما أنك تخليه يروح ولا تبي تجيب له شراً في بيتك، هذا ما يصلح ولا يجوز، وتفسده وتفسد غيره. نعم.